تحية لكل أهلنا اللي بيتابعونا من ولايات السودان المختلفة، وكل زول عنده طقوسه الخاصة اللي بيعمله. ودي كان واحدة، دي كانت واحدة من الطقوس اللي هي القهوة بفناجيله وبتراثه وبأشكاله المختلفة. تحية لأشبال طيبة اللي هم دايما بيكونوا حريصين معانا من الصباح الباكر في صباحها طيبة. أكيد يا أنسام، وهي دعوة لكل الناس اللي بتتابعنا لأنه هم يرتشفوا معانا فنجان قهوة الصباح من خلال مجموعة من الفقرات اللي حنعرضها لكم واللي أنتوا حتكونوا معانا فيها خطوة بخطوة. خلونا نبدأها بمجموعة من الأحداث اللي كانت موجودة من خلال السنوات الماضية والأيام الماضية اللي احنا شاهدناها، وكثير من الناس يمكن بتصاب بهلع بأنه الحاصل شنو والبلد ماشي على وين ونحن ذاتنا ماشيين على وين، الخوف اللي بتملك الأشخاص ده. خلونا نتكلم فيه الليلة عن اضطرابات الهلع مع دكتور الزين النور الزين. مرحبا بك كثير يا دكتور. يا مرحبا، صباح الخير وصباحة طيبة علينا وعليكم، وإن شاء الله نكون خفيفة ظل هذه المرة إن شاء الله. إن شاء الله دكتور. أنت استشاري نفسي، نحن بنعزيك وبنعزي أنفسنا في فقد الاستشاري النفسي أيضا دكتور عادل، ربنا يتقبله إن شاء الله لكم. إن شاء الله ربنا يتقبله ويجعله في علين إن شاء الله. إنسان فقد للجمعية النفسية وفقد للأغنى الطيبة وفقد لكل المواطن الذي يتلقى منه المعلومات، ربنا يجعله في ميزان حسناته وما قدم إن شاء الله. اللهم آمين. دكتور، بما إنه نحن اليوم نتكلم عن اضطرابات الهلع، خلينا نعرف للناس ذات الهلع ده شنو والاضطرابات اللي ممكن تنتج عنه. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، حقيقة أن اضطراب الهلع هو من إحدى الاضطرابات النفسية التي يعاني منها كثير من الناس الذين يعني تتمثل فيه مثل هذه الأعراض أو العلامات اللي بتكون حاصلة، فبنلقاه هو حالة من الخوف والزعر القر متوقب أو المترقب أو المتوقع بطريقة أو بأخرى، فيصيبه في جوانب نفسية وجوانب فعالية فيسيولوجية اضطراب من شيء مخيف. أحيانا بالنسبة للجانب المرضي بيكون حالة الخوف من حاجة ما موجودة، يعني من نزج خياله أنه في أشياء مخيفة يعني يتخللها تسبب العرق والخوف والغثيان وضربات القلب، ودي من الأعراض اللي بنعرف بها. لكن بيكون أحيانا من الشق الثاني اللي بيكون الإنسان طبيعي، ممكن نحن نصاب مرة مرتين في حياتنا بنوبة هلع جرى مواقف معينة حياتية، مثلا زي مثلا القبائل الرياضية بين الهلال المريخ مثلا أو أي فريق يعني الأهلي المصري والزمالك المصري مثلا بيناتهم شجارات، فبالتالي ممكن تكون حالة ضرب وعنف، فهنا بيكون في هلع بالنسبة لبعض من الناس المسالمين. فبكون حالة بتاعت هلع. ممكن مثلا أحداث جونجرن، ضربة خليل، الأحداث اللي كانت في الفترة السابقة كان المواطنين حالة بتاعت هلع بطريقة صعبة جدا، لذا أنه يكون هو خوف بطريقة مبالغ فيه، فيصيب الإنسان يعني مرحلة الانطواء والانكماش أو الخوف أو الترقب أو البعد عن المناطق اللي فيها تجمعات. جميل دكتورة زين، يعني أنت بتقول إنها ممكن تصيب الإنسان مرة أو مرتين أو ثلاثة يعني في فترات متباعدة، لكن ممكن هي تصاب بها مرة ويبقى تأثيرها موجود داخل النفس. شنو الانعكاسات اللي بتكون من خلال التأثير الجاي للهلع والاضطراب اللي بصاحب له؟ طيب، لما يكون الإنسان يعني في وضع طبيعي وتم تعرضه لمثلا لقى أنه نفسه أو رجله ساقته في مكان فيه خلافات مثلا قبلية، مثلا المظاهرات، مثلا الأحداث الحاصلة مثلا، فهو ما عنده أي جوانب نفسية، فبالتالي ردة فعله طبيعي أنه يطلع هرمون الإدرينالين، ضربات القلب وجحوظ العينين، فبالتالي أحيانا يبقى أنه في حالة بتاعت هلع. بعد كده زال المؤثر، المظاهرات انتفت، الكورة اللي تم فض الشغب مثلا بالنسبة للاعبين الرياضيين، فبالتالي انتفى، يبقى هذا الإنسان في مخيلته أنه كان في حالة بتاعت هلع وخوف وبقى في تخلعات. فبعد فترة من الفترات يبقى في النوم العميق، يعني عقله يبدأ له في عملية الأحلام استرجع. فيبقى يتخلع نص الليل، يبقى له هنا دي سمة. بعض الناس الحاجة ما بتيجي من فراق، تيجي من مناسبة، وبعد كده تظل متماشي معه إذا كان الإنسان له دواعي نفسية أو في جوانب وراثية، فبالتالي تبقى هي مسبب أو مهيئ أو مرسب. فأحيانا الإنسان يتخلص منها إذا كان الإنسان يعني كان سوي، وإذا كان يعني التصق بشخص مختص فبحيث أنه وضح له الفكرة، وأنه هي طالما أنه بقينا في جانب معين بعيدنا من الأماكن اللي فيها خطورة فالوضع بيرجع طبيعي. فعشان كده بكون الحاجة دي يعني إنسان يمتصاها من مكان تواجده في مكان الحدث المعني. جميل دكتورة زين، يبقى معناها نحن عندنا الخوف والهلع. الخوف ممكن يكون اضطراب نفسي بيحصل لزول، لكن الهلع كلمة أكبر من الخوف، هو ممكن يكون مرحلة ما بعد الخوف ولا هما الاثنين في ذات المرحلة وبيتخوفوا من الناس أكثر منه؟ خلينا نجاوب، بس نعرف الناس بأرقام التواصل، الناس اللي حابة تتواصل معنا وتشاركنا في صباحات طيبة ممكن تكلمونا على رقم الهاتف 0922 99 0299 أو كمان 0183 38 7
وتسعين، وممكن كمان تراسلونا من خلال رقم الواتساب اللي بيظهر الآن اللي هو 0123-50-158، وممكن كمان تتابعونا عبر البث الحي والمباشر www.طيبة.tv، وكمان ممكن تتابعونا من خلال صفحتنا عبر الفيسبوك صباحات طيبة لبرنامج طيبة أو لقناة طيبة الفضائية. تفضل دكتور. طيب، بنلقى أنه الكلمة هلع هي حالة كبيرة جدا بتشمل في طياتها الخوف، لأن الخوف هو أساسا في الهلع، يبقى الخوف مكمل للهلع. فالإنسان لما يكون في حالة بتاعت هلع طوال ما يكون هو ريلاكس ومسترخي ومستكين، لابد أن يكون في خوف. هذا الخوف هو مرحلة أولية، وبالتالي تعقبه بعدك شدة الصدمة، الاضطراب الحاصل، الخوف أو من نسج خياله إذا كان هو مضطرب مريض نفسي. فبالتالي أنا بتحدثت في هذه القناة عن كثير من المرتكزات عند الإنسان، أنا بسموه التكل النفسي، فبحيث أن الإنسان بيخزن فيه الأشياء المؤلمة كما في المخزن أو التكل، خد فيه الحاجات البالية، الكراسي المكسرة ما بتكون يعني عرضة للضيوف اللي ما يشاهدوها. فبالتالي أي حاجة مؤلمة بتكون داخلة في اللاشعور الانكونشسنس بنسميه التكل، فترسواته بطريقه كبيره. بعد كده لما يحصل حاله بتاعت هلع بيستعيد على يعني يستند عليها في انه يجعل لنفسه خوف من انه في حاجه حاصله. ده بالنسبه للشخص المريض، وهي اصلا في البيت الجو في امن والبلد فيها امن ما في اشكاليه، هو بكون في حاله يعني بيصنف كمرض نفسي، يصنف اصلا هو كمرض نفسي. اصلا الهلع النفسي من نوبات الاشكالات بنسميه الباست تروماتيك ستريس، دي صوره الاضطراب ما بعد الصدمه. طبعا ما بعده يعني من حالة الهلع بعد ما يخلص الظروف المحيطة أو أيا كان، بعد كده بيكون مصاحب في اضطراب نسميه مع بعض الصدمة، وده جانب مشابه بالنسبة له. لكن بيبقى الهلع هو الخوف ناتج منه وموازي بالنسبة له، ومسبب أساسي لأنه يكون في هلع وفي تفخيم للحاجة اللي بتخليه أنه يكون بعيد من الوعي وبعيد من السواء بالنسبة له. جميل. دكتور الزين، طيب هناخد اتصال وبعد كده أنا عاوزة أسألك. تفضلي يا شيماء، صباح الخير. صباح النور. يا مرحبا بك، اهلا واهلا بكنا اسطنبول، كيفك؟ الحمد لله، الحمد لله على السلامه يا دكتوره امل. الله يخليك، تسلمي يا شيماء، الله يسلمك. تفضلي يا شيماء. دكتور. تفضلي. سامعك الدكتور. عندي والله دكتور صغير وبقوم بالليل طوال بيبكي، طوال يوم بيبكي بالليل. بيبكي؟ ما كنا خوف ولا شيء. عمره كم؟ عمره ما 3 سنين، ما كان معي يعني سنتين وحاجة. بيبكي بس يعني ما في حاجة في البيت، ما ضربوه وما منعوه من حلاوة من لعبته أتاري بلاي ستيشن شالوها منه، يعني في سبب معين عشان يخليه يبكي بالليل؟ والله ما في حاجة كده، إلا بس تلعب مع شوفه على النهار عادي، لكن بس بالليل بيبكي. ما عارف بنوم مع أمه طبيعي ولا بنوم معاكم؟ مع أمه. جميل، خلاص احنا هنخلي ان شاء الله الدكتور يجاوب لك يا شيماء. شكرا لك، شكرا لاتصالك. جميل، جزء من السؤال اللي كنت هسأله برضو اللي هو العلاج شنو. طيب خلينا نشوف الحالة بتاعت شيماء، هو طيب. حاجة طبيعية ولا في مشكلة؟ هو حالة طبيعية طالما انه ما وصلت 3 سنة على حسب قوله، لكن طبعا الانسان في مرحلة انه بعد 7 سنة يبدأ يدرك لعملية العقاب او يعني الخوف او ايا كان، لكن 3 سنة. فلو مثلا اخوه الاكبر منه عاقبوه، هو يفتكر انه انا حيعاقبوني مثلا، حيضربوني زي ما ضربوا اخوي الكبير او اختي الكبيرة، نسبة اللي هو فهمه مقصور ومحصور على شنو؟ عليه انه انا ما اعمل غلط وعيب وكذا على حسب تربيتنا. فيبقى انه طالما انه كان في خوف فالحاجه دي نتاج طبيعي، انه ممكن شاف حاجه مثلا بعض الناس بخوفوه بالكليب الليله بيجيك المصطلحات بتاعتنا البلديه. أيوة أيوة. فبالتالي هو يجعل صوره نمطيه في عقله بيخزنها في ذاكرته. ايوه، للكليب والمخالب بتاعته، ويتخيله انه بالنسبه له يقوم يبكي او ايا كان، فده نتاج طبيعي. لكن اذا كان اكبر لازم يكون في اسباب معينه. طيب العلاج شنو يا دكتور؟ يعني بما اننا صنفناها حاله نفسيه، شنو علاجها؟ بيترتب على علاج نفسي ولا في ادويه وعقاقير وحبوب ممكن ياخذها؟ طيب بتتبني على اول حاجه العلاج على حسب الحاله بتاعت الهلع في حد ذاته. اذا كان المريض لقيناه وهو اصلا مريض باضطراب بتاع هلع، كانت الاسباب بالنسبه له المرسبه، الاسباب الوراثيه، الاسباب خلل في المخ والتفاصيل، يبقى العلاج بشقيه. الاول العلاج الدوائي، بحيث انه شنو يعني الحاله بتاعت انه خوف ناتج من حاجه ما موجوده. فاذا في صوره نمطيه
ففي هرمون خارج المسار بتاعه بقى يعمل فيه حيث منويس او تشويش على الرؤية بطريقة غير طبيعية. فبالتالي العلاجات بتعمل على الالتئام لانه حصل انفلاميشن داخل احد الاوردة لانه الغدد خرجت خارج المسار الطبيعي. فبالتالي بدأت تكون فيه اشكالية بدأ يفخم الامور. فبالتالي العلاج الدوائي مهم جدا لانه يعني يقابل استشاري في الطب النفسي ياخذ الجانب الدوائي. الجانب الثاني العلاج النفسي مع المختصين النفسيين السيئين النفسيين بحيث انه العلاج النفسي فيه انه توضيح الخوف سبب الخوف وانه نوضح لك الهاله او النوبه بتاعت الهلع اجاتك سببها شنو ونوريك كيف انك يعني تتوافق معها وتتاقلم عليها. الجانب الثاني حاجه بنسميها سي بي تي وتحيه لمحمد سليمان دائما يعني كان معنا في هذه الحلقه بانه هذا المصطلح له فيه يعني مجهود كبير جدا. فالسي بي تي هو يعني علاج فاعل جدا في تقليل الخوف وتوجيه المخوف لحاجات اخرى عن طريق الرسم تفريغ المشكله في عمليه التلوين عمليه الالعاب الرياضيه للمقبض اليد. إذن العمليه بتاعت العلاج المعرفي السلوكي مهمه جدا من الجانب الثاني. الجانب الثالث في العلاج النفسي الارشاد بانه الاماكن اللي بيسبب لك الخوف حاول تجنبها لما الحاله تستغير مع العلاج. بعد ما تستغير تلقى روحك انت بقيت متاح تدريجيا استدرجك انك تصل هذه المناطق بحيث انه يحصل لك ادابتيشن او توافق بينك وبينها عشان ما تبقى مشكله انه تتجنبها في حياتك كل ما مرت بها كل ما تعودك الافكار الوسواسيه او الافكار متعلقه بالنوبه. فاذا العلاج النفسي بشقي والدوائي والنفسي. جميل. دكتوره زين خلينا نحن لو عايشنا الواقع اللي نحن عايشينه الان بنلقى فيه هاله كده بتاعت هلع وخوف. الزول اللي بيمشي يجيب في صف العيش وما بيلقى عيش بيحاول يشيل اكبر كميه من العيش، يمشي الصراف الالي بيحاول ياخذ قروشه منه عشان عارف انه في البنك ما حيلقى، يمشي اي مكان هو بحس انه الحاجه دي مثلا قالوا ما في بصل بتلقى مش اشتري كميه من البصل حتى. ده نوع من الهلع اللي بيدخل عند الناس من عوامل ناتجه في الحياه. هو طبعا ده مؤشر كبير جدا للوضع الراهن الحال بتاعتنا، لكن لو لاحظنا الدول المتقدمه يعني برضو مثلا هي عادات نحن تعودنا عليها في انه لما يكون في خلل حتى نحن عندنا في العياده ودي مشكله عند المرضى النفسيين لما يكون مثلا في مثلا بعض العلاجات الدوائيه هالبريدول ريزنيا يعني صوديوم باربريت ايا كان مرات بيقطع فالعيان محتاج لكميه مثلا شهر فلما نمشي من الصيدليه بيشيل حقه شهرين او ثلاثه. أيوة. فبحيث انه لما نيجي المره الجايه مرات بيلقاها قطعت والمريض بتاعي بينتكس فيبقى انه هو في الحاله دي خايف من انه تنتكس الحاله بتاعته بيشيل كميه الاخر بيشيل كميه بعد كده بتقطع الادويه من الصيدليات اللي المفروض تتوفر فيها اللي بتكون مجاوره لمناطق العيادات النفسيه والمستشفيات. فهنا بكون في حاله بتاعت هلع انه ما القاها. فاحد السودانيين في دول الاوروبيه فمره كان في برضه حاجه في الدول الغربيه كان في انفجارات ومظاهرات فشالوا كميه بتاع السكر زي شواله وحاجه فالناس استغربت ليه لانه قال لهم في برنامج يمكن ما نلقى حاجه فقال لي شيل حاجه كفايه قدرك يعني حاجه بتقضيك وبعدين المساله محلوله. فالناس بقت مثلا شايل معوض طبيعي ده من السودان من السودان احيانا لهم حصلت يعني كان الناس تداولتها يعني. فنحن بنقول انه لازم نربي نفسنا تربيه كويسه انه طالما انه في وضع معين في البلد ايا كان نوع الوضع فبالتالي كون انا الليله لما نكون عندي الانانيه واشيل اكبر كميه اذا ما حتنقص الحق للاخرين. أيوة. طيب خلينا نستقبل الاتصال يا دكتور عامر معانا الاتصال ولا فصل؟ طيب يا مرحبا بك يا حسن اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا اهلا قريه المساء عريفه 24 الغرش. مرحبا يا حسن اهلا بك صباح الخير. طيب اي سؤال للدكتور يا اخي عندنا طفل عمره 5 شهور وبعدين صحته محترفه طوالي ومشينا فحصنا له وبعدين في الرضاعه برضع طبيعي لكن مشكلته صحته نازله طوالي مشينا عملنا فحوصات قالوا عنده معده مشينا اخذنا العلاجات هنا الى ذا لسه يومي على الله صحته شايفه محترفه فداري عارف العلم من شنو يعني صحته دي اقل من 2 كيلو اقل شديد والله ضعيف شديد وخمسه شهور خمسه شهور ده لسه في نفس اللحظه اخذنا قدام العلاجات وقال عنده معده بعدين فحصنا وقدام العلاجات ما استجاب لها وبعدين برضع طبيعي من امه برضع طبيعي جميل تسمع يا حسن ان شاء الله. حسن شكرا لك. دكتورنا زين هو اختصاصي نفسي العلاقه دي عندها علاقه خليك معانا يا حسن على نفسيات الام مثلا. طيب هو طبعا الاصح والاجدر انه يقابل طبيب اطفال. نعم صحيح. بحيث انه هو مختص اكثر مني يعني. ولكن دي واحده من الحالات نسميها ذات الهلع على الخوف على صحه الطفل في حد ذاته، هذا الاتصال. بحيث انه خمسه شهور لا يستطيع انه يعرف انه يدرك غير بس بعض الكلمات المناغاه او بعض الاشياء، ولكن المشكله تكمن في انه يعني الرضاعه احيانا ممكن اللبن عند الام احيانا بيكون فيه بعض الحاجات المزاغات الغير حلوه، فالمريض او الطفل في حد ذاته مثلا مستجاب عشان التغذيه تكون بطريقه كويسه.
ممكن ياكل، ممكن معتمد غير الرضاعه، فهنا بتبقى في مشاكل اخرى فيسيولوجيه ان كان يقابل المختص بالنسبه لاطفال طبيب الاطفال عشان يوضح اكثر لو في مشكله. اضافه لذلك في فيتامينات يعني بالنسبه للاطفال اللي عندهم مشكله في الرضاعه احيانا خمسة شهور بيقدر ياخذ فيتامينات مع عمر بسيط شويه بسيط صحيح. يعني ده نوع من الهلع التصاعد زي ما قلت هو خايف جدا لدرجه كثير والله يتوجس من الموضوع. ايوه وفي امهات كثيره يا دكتور برضو ده بيقودنا لانه هطيب الخوف اللي بيكون عند الامهات وعند الاباء نتيجه لاطفالهم، يعني طوالي هم عند طبيب الاطفال، طوالي هم مانعينهم من حاجات، طوالي هم معاهم، ده نوع من الهلع زي ما قلت انت برضو كلمنا عنه باستفاضه. طبعا هو الحاله بتاعت انه الهلع عن صحه الانسان عامه عن كل التفاصيل، احيانا بنلقى الام مثلا صحتها كبيره جدا والطفل صغيرون جدا جدا، في اسهل الناس المفروض الطفل يكون شويه على الاقل مساوي قدره اي قريب او حاجه زي دي، ففي في هلع كبير جدا على صحه الانسان وعلى طبيعته، فالناس يعني تاخذ في بالها انه ده وضع طبيعي، واستشاره الطبيب المختص في الحاله دي بيطمن الاسره. لما الليله الام تكون خايفه على ولدها، ولدها احساسيا مربوط بها، فبيكون في خوف عنده ذاته وفي حد ذاته، فهو بيتشبع بكل الاحاسيس بالنسبه لامه، فيبقى انه حته الهلع والخوف الناتج عند الاسره من كل الجوانب الفيزيولوجيه، الجوانب الاجتماعيه، الغذائيه، هي جانب كبير جدا الانسان بيفخمها بطريقه اكبر ويتحلل من راسه انه ممكن تكون في عواقب وخيمه، فبالتالي انا لازم اوفر كل حياتي من كل الامكانات. جميل، خلينا نستقبل اسراء من الولايه الشماليه. صباح الخير عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلي. يعطيك العافية والسلامة، تحليك وتحليك السلامة وكل الريف العاملين، تحليك وتردين. الله يحييك، تسلم إن شاء الله. اليوم حابين نتكلم عن الهلع والخوف. صراحة عندي سؤال، يعني عندي أختي عمرها زي 9 سنة كده، يعني مثلا لو قلت لها أنت مكان بالليل كده تقول لك أنا خايفة. فصراحة يعني الحاجة دي بالنسبة لي نحن مثلا يعني نحن ما نعرف الذات هي خايفة من شنو كده، لما تبدأ تقول لك ما عارفة يعني. حتى ما قاعد لما تجي مثلا نقول عن سياحي غلط يعني وقت النوم نمشي نمشي تقول لا انا امشي معي انا خايف اذا بدي امشي معي فهذا اللي بعمله يعني في عجواتي. عندك لها سؤال دكتور زين؟ طيب بتكون هي مثلا لما تمشي براها في الشارع بتكون خايفه وعايزه الزول يمشي معاها في الطرقات؟ بالنيابه ممكن كانت الاجهزه لو رحت تسال على المره تقول لك ما امشي. طيب تعرضت لموقف قبل كده سكاك كليب ولا زول عايز يضربها، او مثلا شافت زول افتكرته عايز يضربها، مثلا حصل لها موقف قبل كده او زول خوفها او حاجه زي دي؟ والله ما بتذكر لك ان هي كده ما ورتنا، لكن حاجه جميل ان شاء الله يجاوب لك يا اسراء. شكرا لك، تفضل يا دكتور. طيب طبعا نحن عندنا عمليه التشخيص ومعرفه المشكله يعني جانب معين من العلاج. ايوه جزء من التشخيص في حد ذاته ورؤيه المريض. يعني في دلالات علامات بتكون ظاهره على وجه بوب انسان العين يتسع او يضيق، او مثلا الخوف ظاهر على شنو على وجنات الشخص المعني. واحد اثنين الازله اللي نحن بيساعدنا انه ممكن نشخص حاله من سؤالين، لكن لازم انا طالما دي حاله بتاعت هلع عندها اعراض معينه انا لازم اذكرها زي 15 عرض ان شاء الله 4 توفرت لي منها اوكي على الاقل كده. طالما انه هي بالنهار ما في اشكال، لكن بالليل يمشي معها زول معناتها تعرضت لموقف بحيث انه قبل كده خافت من شيء، او سمعت ناس البيت قالوا فلان قبل كده جاهم زول حرامي تقلب اليوم بالليل، فهي تتوقع انه ممكن تصادفها. ليه؟ لانه طالما عمر 9 سنة يعني عقلها خصب بانه تتخيل الصور وكمل عقلها، فبيكون في جوانب معينه وحيطت بها عشان كده بقت تخاف. اضافه لذلك هي الخوف هو بيكون عندها تسارع في النفس، ضربات القلب بطريقه غير طبيعيه، فبالتالي الانسان بدون انه هو خايف يبقى في ظهور اليدين او الوجه وكده، فبيكون انسان يعني خايف. هذا الخوف بيخليه يضغطه في مقبل. واحده من الحاجات يا دكتور الزين كانت في ام بتتكلم في موضوع في مكان ما، فقالت يعني الوضع اللي احنا عايشينه الان وصوت الرصاص اللي بنسمعه، اولاده في البيت عندهم بالونه، البالونه دي قامت ترشقت شيء طبيعي. فالاطفال دي صابوا نوع من الهلع كده، يعني حتى بيجوا يصرخوا ونحن حموت والرصاص والضرب، وكثير من الامهات بيجوا يخافوا الان يعني من الوضع الراهي. حقيقه الحاجه دي الانسان دائما لما يكون يتعرض لموقف يعني ضاغط، وبالتالي في اي موقف مصاحب صحن وقع عمل صوت طوالي يحصل زي ما قلت البالونه تحصل انفجار. في بريطانيا في واحد يعني عنده زوجته وعنده اطفاله، هو موظف في شركه بترول، اولاده عنده طفل عمره سنه واقل من سنه بيمشي الحاضنات، فبيجيوا العربيه بيسوقهم بالترحيل. زوجته معلمه في المدرسه، بيجي الساعه 4 هي بتيجي 4:05 بتتاخر، بتجيب ورد من متجر بتدي زوجها، زوجها خدتها في انفه سانكيو
تدي ولد 9 سنة سانكي يو مامي، تدي الولد 4 سنة سانكي يو مام، الطفل الصغيروني يخدها في عينه في خشمه في انفه تجي سانكي يو او تانكي يو حسب اللغه وحسب يعني. فطوال يتكرر المشهد. في يوم من الايام الابو اخذ اجازه، فانه ما عايز يمشي الشغل او عنده اجازه مستحقه، فقال له ان الطفل الصغير عمره 1.5 سنة انا دار اي مشتاق له، وكتب في ترحيل انه اليوم ما هي الحاضنه. فقاعد وبالتالي في البيت يعني يرتب حاجاته، وزي الساعه 10 عنده زي يعني حديقة برش فيها بالخرطوش وفيها زهور فيها ورد لون أبيض، والأم لما كانت بتجيب ورد لون أبيض فهو قاعد ماسك الطفل على كتفه. جاته مكالمة، خلص المكالمة كان يروح واقف مع شنو مع الورد، فالطفل مد يده للورد الطبيعي كان فيه نحلة لسعته. ففيها الولد يصرخ ويبكي، والزول كمل المكالمة هذا الشخص، وبالتالي لقى في حمى في على الطفل وشاف النحلة فعرف انه في لسعة النحلة وعمل له مزيل الحرارة، وبعد أخذ نومته ساعة 3 صحة بقى قاعد على العجله بتاعت البيت. وبعد شويه ساعه 4 جت زوجته واولاده قد داخلين بترحيل، فزوجته ادت الزوج لزوجها الورده سانكيو، للورده 9 سنه سانكيو، للاربع سنه سانكيو، ومدت الورده للطفل. الطفل طوال صرخ فيرتبط ما بين الالم ومسبب الالم. فلما تكون مثلا الناس تعرضت لظروف مثل الظروف الحاليه، فبكون مثلا صوت الرصاص زي ما ذكرنا، صوت البنبان اللي بيكون حاصل، فبيترك في الاسره وفي نفوسهم هاله بتاعت هلع وخوف بطريقه كبيره جدا. دي ممكن يطلعوا منها كيف؟ فيلا هنا محتاجين طوالي دائما الى عمليه العلاج النفسي. ونحن في قسم الجمعيه النفسيه السودانيه عندنا ادوار كبيره جدا في انه يعني بالذات الناس اللي تعرضوا لمثل هذه الصدمات، بانه اذا اتصلوا مثلا على الارقام بتاعتنا او مش العيادات ان كان، فبالتالي بيجي مختص بيجي بيعمل تحليل السلوك، وبالتالي تسيير الامور بطريقه معينه وازاله البرنامج. لانه لما ندي فكره مصاحبه للاسره بانه تاني كل ما يقع صحن او بالونة او طشت او حاجه ويصدق تبقى مشكله، فتبقى مشكله لقدام، تبقى مرض مطول لقدام. طيب يا دكتور، انا عاوز اتكلم عن كثير من الناس بيكون عندهم نوبات بتاعت صراخ، يعني بيكون مرتبطه لهم بفقد شخص ما بكده، بيصابوا بالهلع لما يسمعوا نوبات الصراخ، او حتى الشخص ممكن يكون قاعد ونايم في نومه في امان الله بيقوم بيصحى بنوبات صرخ. في الحالة دي عندها ارتباط برضو في الذاكرة بشيء ما من اضطراب الهلع؟ طبعا هي عندها تجارب، لأنه طبيعيا يعني أنا ما تعرضت لأي موقف، وبالتالي ما ممكن أكون يعني أصرخ بحاجة ما. يعني بيكون في موقف في اللا شعور عنده، فبالتالي يبدأ في الأحلام يفرغه إذا ما لقى أسلوب. عندنا عامة الأب لما يضرب الطفل أو يضرب الود، فالكبير الود الكبير لما يسكت على الضرب اللي لقاه أو أيا كان ممكن يحصل له مشكلة، لكن لما يلقى طفل أصغر منه وقام ضربه عشان يفرغ الحالة فيه، ده نوع من التفريغ. أنا ما بقول يضرب الصغار عشان يكون حالة، لكن هو تنفيس. الطفل الصغير ممكن لو وقع كوباية على الأرض انكسرت، يعني نوع من التفريغ. فلازم يكون في عملية بتاع التفريغ للحالة الحاصلة. فأنا لما تعرضت لموقف وبقيت أفرغه في الأحلام أو أصرخ أو أيا كان، فإذا أنا لازم أشوف أنا في شنو وأحلل الموقف، وبالتالي كمريض امشي لمختص عشان يوريني المشكله شنو. فهي مربوطه باحداث عند هذا الانسان. الناس اللي بتكون ما عندهم اي احداث، اذا دي حاله مرضيه تكون جانب اسري وجانب وراثي او خلل، ممكن تكون حاجه مرتبطه في العقل الباطن لحاجات عميقه وقديمه، ممكن يكون الشخص ذاته ما مذاكر. خلينا نستقبل الاتصال ونرجع نجاوب على السؤال. ام عبد الحميد مرحبا بك. وعليكم السلام. اهلا وسهلا، صباح الخير. كيف ناس الفتحاب؟ صباح النور. تفضلي. عايزة أسأل، عندي سؤالين للدكتور. تفضلي. أول شيء عايزة توعي كل أمهات لأبنائهم الأقل من 7 سنة، ما يعني مرات أمهات بيقولوا لأولادهم يا غبي يا حيوان يا كده، بتأثر عليهم الألفاظ. يلا. وتاني عندي طفل أقل من 1 سنة قاعد اشغل له التلفزيون الحاجات الاطفال دي، هل هي بتعمل توحد ولا حاجه عاديه؟ يعني لاني لما انده له ما بيتكلم معي، لما اوطي الصوت اقول له اسمه بيقبل علي، هل دي بتاثر عليه مستقبلا ولا كيف؟ طيب لو انت الطفل اللي بيعمل غلط يعني عندي طفل عمره 3 سنة وحاجه، لو عمل غلط قاعده اضربه انا، هل هو حيتخوف من الحته دي مستقبلا؟ طيب اثر عليهم ولا؟ طيب الجبيل لما تقول الطفل مثلا يكون عنده توحد، هل الاي تي يكون تاكل العين مع عينك طوال، ولا بكون منزل عينه ومنكسر لتحت بعيلك في عينك؟ الطفل اللي قلت انه مثلا عنده تخوف او توحد ده، هل بي لما تتكلمي معاه وبدعين له في عينه هو بعيلك في عينك، ولا بكون بيدنجر بينكسر يعني؟ لا بعيل ليا، ومرات بخاف مني يعني بخاف مني لو عمل غلط بعيل ليا طوالي، وبيخلي الحاجة.
طيب لو عنده لعبه بيلعبها مده طويله من الزمن ولا بيكون يعني يمكن يلعب اللعبه للعبه ثانيه ممكن يطلع؟ لا لو ثاني بيرجع لنفس الغلط ما بيشتغل بي، ما بخاف مني. عمره 3 سنين صح؟ اي صغير. صغير تمام دكتور حيجي. ولا بالنسبه لولدي الثاني اللي عمره سنه قاعده اشغل له برامج اطفال يعني ما حد اثر معاه مستقبلا او حاجه بالشكل ده، لان انا بسمع دراسات نفسيه بيقولوا انه بتعمل توحد او حاجه بالشكل ده، لكن لما اكسل بيلعب عادي لو اتكلمت معاه وشغلته بيضحك وكده. جميل ان شاء الله تسمع الاجابه يا ام عبد الحميد. هلا على الامهات ان شاء الله. طيب يا دكتور تفضل. طيب اول حاجه بعض الامهات يعني بيغرسوا في اطفالهم بعض السلوكيات والهلع بطريقه كبيره، لو كان ينضرب ضربه صغيره وينجرح جرحه صغيره الام بحاله الخوف والمصطلحات عليه وسي جميل ليله كتلو البرنامج الو طوالي بيجيو نوبه بكون مهيئ للنوبه اللي قدام لانه شاف نطيط عين امه او اي شخص قريب الخوف اللي فيها من ناحيه. من ناحيه ثانيه الام يعني لما تقول لاولادها العقاب يا حيوان يا غبي يا كذا فده بيفتر عزيمته وصيغته بتقل وبعدين بيبقى منطوي وما بكون عنده روح مقدامه انه يمشي لقدام في المدرسه يحقق نتائج وينجح ويجي لاميه امي انا جبت النتيجه الفلانيه ماما فكون شنو لانه حس بانه امي دي مصدر الحنان وكذا فهي بتقول لي العبارات دي فينبغي كل الامهات انه تبعد تماما عن الالفاظ اللي بتشوي بتقلل من يعني تحفيز الابناء وبل تحفزهم وتصلح الخطا باسلوب يعني. طيب. فمن ناحيه من ناحيه ثانيه الأطفال لما يشاهدوا المسلسلات الكرتونية وكل طيور الجنة أو غيره بيكون على المشاهدات التلفزيون فبكون في مشكلة لو بنلقى الطفل بيكون ساعات متواصلة بيكون مع الشاشة أنا بعتقد أنه الأم تفصل النور وتولعه تاني إذا الطفل استجاب لللمبة أوكي إذا ما استجاب تقومي تقفل التلفزيون منه مدة دقيقة ليه لانه بقت الوصلات العصبيه وكلها مركزه معاه فبالتالي بتقل البرنامج ليه لانه الذكاء والابتكار والتحليل بيقف لانه شايف الصوره وشايف تومن جري وعايز يضرب تومن ولا عامل وبكمل بعقله فهنا بكون بتقل الوظائف دي فلازم من شنو من عمليه شنو قفل التلفزيون او بعد كده بيسبب توحد فعلا ولا هو بيسبب توحد اذا كان مده طويله من الزمن ووقف الادوار بتاعته فنحن لازم نديه واجبه في المدرسه نرسله في البيت حاجات بعدك يجي الحاجة الثالثة انه لازم نعمل اصبعنا على عينيه ونخليه عينه مع الاصبع تمشي وتجي مع اصبع الام كم مرة عشان يفك التركيز الشديد مع الحاجة. جميل سؤال اخير دكتور نحن ممكن نختم به وخلاص دار اعرف الفرق ما بين الخوف والهلع والفوبيا. طيب الفوبيا ده مصدر من حاجة موجودة يعني الضب الفار مثلا الكديس الكباري الموية الجبال الطلوع المكان كل أنواع الفوبيا الخوف قدام الناس الراكب في عربية المواصلات راكب عزيزي المشاهد فبخاف ده فوبيا الخوف ناتج من حاجة مخيفة الهلع ناتج من حاجة مخيفة ومن حاجة ما مخيفة إذا كان مرضي وإذا كان مثلا التجمعات أو أيا كان فبكون في فرق في أعراض واضحة فبنلقاها بطريقة كبيرة جدا الإنسان ما بيقدر يفرق بيناتهم ما لم يكون يا مختص يا مطلع على هذه الأشياء فالإنسان يتجنب هذه الأشياء الفوبيا طبعا بأنواع الكثيرة ينبغي يبعد عنها. دكتورة زين نحن وصلنا لختام الفقرة دي لكن بالتأكيد يعني بتمنى من كل الأمهات إنهم يبعدوا من التنشن الزايدة على أطفالهم بالتأكيد هم بيقولوا الأطفال معهم الملائكة غايته صحيح. دي 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 كلام الحبوبات صح. شكرا كثير دكتورة زين النور الزين اختصاص نفسي شكرا لوجودك معنا شكرا بارك الله فيكم جزاكم الله خير شكرا دكتور